القراءة للتحليل والتقويم، ودي قراءة مهمة جدا، دي التي تبين من يستطيع أن يفهم النص ويقوم بتحليله والتقويم. قراءة متأنية لتحليل جماليات النص وأساليبه البلاغية، تحليل البنية البلاغية، ومعرفة نظم الجملة وترتيب الألفاظ بالجملة بحسب ترتيب المعنى، استخدام الأساليب النحوية في معانيها الأصلية، معرفة الوزن الشعري والتوازن بين أطوال الجمل من الموسيقى اللفظية، التكرار والتقارب الصوتي، ومعرفة الساجع والجناس. في حاجة اسمها الطباق، استخدام الطباق. وبعد كده بنتقل للصور الخيالية اللي هي التشبيه، الاستعارة، المجاز، الكناية، التورية، الرمز. إذا أردنا كتاب دراسة تحليلية لنص أدبي، نقوم بالجمع بين ما فعلناه في كل قراءة من القراءات السابقة كما سنطبقه في النص التالي. ما يجي لك سؤال زي اللي قدامك ده، طبق خطوات قراءة النص الأدبي على النص التالي. هذه أبيات المقنع الكندي يصف حاله مع قومه، يصف حاله مع قومه. يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها، مكللة لحما مدفقة ثردا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هموا هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والودة، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. الحل، أولا استطلاع النص. بنقرأ النص في البداية قراءة سريعة للنص، بتاخد عن النص انطباع أولي، بتتضح لنا بحاجة إلى بعض القراءات حول. أولا نتعرف على الشاعر وظروف نظمه لهذه القصيدة، البحث عن شرح الكلمات والتراكيب التالية: ثغور، حقوق، حفنة، مكللة، مدفقة الثرد، هوى، الغي، الرشد، أواصر، ضلة، الحق، رفد. ثانيا القراءة حول النص، التعريف بالشاعر: المقنع الكندي شاعر مقل من شعراء العصر الأموي، اسمه محمد بن ضفر بن عمير الكندي، وكان له محل كبير وشرف ومروءة وسؤدد في عشيرته. يرجى المؤرخون لقب المقنع الذي عرف به إلى أن القناع كان من صفات الرؤساء، وكان المقنع الكندي يعرف بمكانته ومنزلته الرفيعة داخل عشيرته، كما قال الجاحظ، كما قيل أنه كان شديد الجمال فكان يستر وجهه مخافة الحسد. ده تعريف موجز بالشاعر. بننتقل إلى ما يسمى بجو النص. عرف الكندي بنسبه لعائلة عريقة، فكان جد عمير سيد كندة، وورث ابنه ضفر الرئاسة عنه، وقد نشأ شاعرنا في وسط هذا
وعرف بالإنفاق وحب العطاء، فأنفق ما تركه له والده حتى أصبح مديونا. في هذه القصيدة يرد على أقاربه بعدما عاتبوه على كثرة إنفاقه والاستدانة منهم، فهو الكريم الذي لا يرد سائلا، فدافع عن نفسه في هذه الأبيات. يبقى ده اسمه جو النص، الدفاع عن نفسه.